على بركة الله نبدأ حلقة اليوم باختصار شديد جدا. لماذا يجب صوم 6 شوال؟ ما هو السبب العلمي والمنطقي لهذه السنة؟ انتبه جيدا. لكن قبل أن أعطيك السبب، رجاء وفضلا وليس أمرا، قم بدعمي باشتراك أسفل هذا الفيديو، وأيضا اللي هو دعمي بلايك لكي تصلك جديد فيديوهاتنا إذا وضعت اشتراك للقناة، أو سبسكرايب إذا كان لديك بالإنجليش. بالنسبة لي صيام شوال، صيام شوال أو 6 شوال مهمة للغاية. لماذا؟ لأن الجسم لا يستطيع أن هو ينقي نفسه بنسبة 100%. حتى في مسألة إذا كان لديك تحاليل خاصة مثلا بأمراض معينة مزمنة، غدة درقية، إذا كنت لا قدر الله من مدمنين الكحول وتريد اللي هو الاطمئنان على اللي هي أنزيمات الكبد، خاصة أنزيمات الكبد، إذا كان لديك بعض اللي هي التحاليل اللي بتطلب دائما وأبدا، أفضل وقت لمعرفة الجسم إذا كان التحاليل تطلع سليمة بنسبة 100% أنك أنت تقوم بصيام اللي هو 5 أسابيع علميا. بعد صيام 5 أسابيع جميع التحاليل وخاصة التراكمي اللي في الجسم لكي تعرف الموجود لديك، هل هو مقاومة أنسولين، هل السكر التراكمي، هل هو يمكن طبعا عمل بعض الحلول مثل أنواع معينة من السكر أو لا. فالنسبة الأولى لجميع التحاليل لكي تظهر سليمة هو أنك أنت تقوم بعملها بعد 5 أسابيع. وانتبه جيدا، كثير جدا من الناس ما بتعرفش هذه المعلومة. عندما تقوم بأي تحليل من التحاليل يجب أنك أنت تقوم به صباحا إلى غاية 10 صباحا، يعني بتعمل السحب، عملية السحب تأخذ إما اللي هي الساعة اللي هي 8، 9 إلى غاية 10. فات 10 ما تقومش بعمل اللي هو أخذ أو تذهب لكي تعمل تحليل. طبعا الناس اللي عندها تحاليل أو المصحات الخاصة بتأخذ منك عادي جدا وبتعطيك أي نتيجة، إنما النتيجة أو اللي هي فيسيولوجية الجسم وتركيبة الجسم إذا فات الساعة 10 صباحا لا يمكن. إن إذا ما أتيت الساعة بعد الظهر أو أتيت عشية أو أتيت في الليل أو أتيت بعد العصر، تأخذ لي أو تقوم بعمل تحليل معين بياخذ منك الجرعة الخاصة بالتحليل أو اللي هو العينة، فمش راح تطلع راها النسبة سليمة. يجب أنك أنت تعملها صباحا، هذه كمعلومة إلى جنب، بالإضافة إلى 5 أسابيع اللي بيكملها 4 أسابيع شهر رمضان، والخامس اللي هو 6 شوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.